السلام عليكم، كديري لاباس عليكم؟ اخباركم؟ يا رب يهلا فيديو يلقاكم الصحة والسلامة والهنا وراحة البال. جيت معاكم بغا نصوب شوية ديال مسمن، بغا نصوب معاكم شوية. عندي هنايا الفورس، كمية ديال الفورس، وعندي هنا الدقيق ديال القمح الكامل، هو غير مغرب لها بالغربة الرقيق. عندي هنا شوية الخميرة، عندي معلقة ديال الزيت، ديال الطياب، معلقة ديال الزنيدة، والسكر حبيبات، الملح على حسب الذوق. صافي هادشي اللي عندي. المهم غادي نهجنو. بسم الله. المهم البنات غنكمل العجينة ديالي، هيا ندلكها مزيان ونرجع معاكم. هانتوما البنات ملي عجنتها دهناها بشوية ديال الزيت، شوية باش متدير، نخليوها حتى ترتاح، نعطيوها بلاستيكة هاهي، ندير لها شي زويف، نخليوها ترتاح ونرجع معاكم. هانتوما البنات ملي ارتاحت هاهي، شديت هنا درت الزبدة، هاهي الزبدة ديال الحلوة، قطعتها شوية منها ودوبتها هي والزيت، الزبدة والزيت هنا باش نقرص. وهذا درت فيه كاس ديال الفينو، ماشي الفينو عفوا، الدقيق ديال القمح، الدقيق الكامل ديال القمح كاس، ودرت فيه خمارة حمرا. هاهي هي هادي، هاهي هنا شتو ما نكرشو عليه شوية، نكرشو عليه شوية الزبدة والزيت، نديرو عليه هكا. طيب نخليوها ترتاح، نزيد الأخرى تاهي. المهم كيجي زوين البنات، القمح الطبيعي كيجي زوين بنين، واحد البنة فيه غيشوش. ونعاودو هادي اللي درنا اللولة، هاهي شتو هاد التلاقية، نديرو ليها هاكا. نحطوها هاهي هاد الجهة الغليظة، نديروها هي التحتانية. أنا بدلت البنات القصرية، جاتني الأخرى جاتني صغيرة. صافي نخليو دابا حتى يرتاح ونبداو باللولة معاكم. ثم البنات هيا كرست اللولة ونديرها معاكم. طيب نرش رشاشة ديال الزيت، ماشي الزبدة البنات، هو غير الزيت، هو الزيت بوحدو. بسم
شوف هنا كيف نفخها، شوف هذا كان من فوق. بغي نصور حتى وحيدة دايرة هاد اللون هاكا، حيد حيد حيد، اوكي بديتو، كامل في جيم حلو بنت كامل كيجي من فوق ومن فوق هانتوما الفلات المسمن ديالنا هو هدا كيما شفتو، هانتوما تبارك الله راه كيجي كامل محلول، كلو كيجي محلول شفتو، كلو طايب وكلو محلول. شفتو هانتوما كامل كيجي من فوق، كيجيش مهجن ولا شي حاجة، ها تبارك الله طيب ومحلو ونتمنى الله يعجبكم، إلا عجبكم ما تنساوش لي لايك
وبارتاج، ومرحبا بالناس الجداد والقدامى ولاد الدار، كتر خيرهم، والسلام عليكم.